والجوتة فازقة كيف حلي تعطتني الريحة؟ كيف حلي تعطتني الريحة؟ نا يستحيل الجوتة 14 عام تكون داك الحالة. نا يستحيل الجوتة 14 عام تكون داك الحالة. جيت محطمة. علاش جيت محطمة؟ حيت بغيت نقول يا ربي غير يكون هو ميت. بغيت نقول يا ربي غير يكون هو ميت. ونعاود ونشم الريحة واخا أنا متحملة هذاك خصني نعرف شنو كاين. إذن التساؤل المطروح كيفاش جوتة في عمرها 14 عام وتجي ونشم ريحة الجيفة حاشاكم. مشكور لأن حتى داك الجوتة اللي كانت هزت كان فيها غموض كان فيها شطط وكان فيها كنقولها وأنا واثقة من شنو كنقول وصدقت أنت من بعد الخبرة الله يرحمها برحمة الله. يعني الخبرة الجديدة دابا اللي بانت التقرير ديال الدرك طلعت أنت ماشي نعم نفس الإحساس اللي كان عندك نفس الإحساس اللي كان عندي طلعت أنت. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. القصة ديال تامي بناني عدد كبير من المغاربة تبعوها. معنا الأم مستجدات جديدة في الموضوع غادي نشوفوها معها. هي تضحي بالغالي والنفيس من أجل تبيان الحقيقة. آخر حوار كنت درجته معها أعطتني فيه عنوان وقالت لي ملي عطاوها واحد الجثة تشوفها الإحساس الروحي ديالها والإحساس للأمة تيكذبش. كي الجديد في الموضوع غنشوفوه معاه. أستاذة إذا كان ممكن تعطيني مستجدات اللي كاينة جديدة في الموضوع. السلام عليكم. الجديد هو أننا آخر حاجة كانت البارح الجلسة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هو أننا وضعنا الخبرة بعد ما ترجمناها كنا حاضر خديناها الجلسة الماضية وترجمناها واليوم وضعناها أمام على أنظار النيابة العامة الهيئة وغادي يبتوا فيها إن شاء الله. وتعقدت الجلسة لنهار 21 فهاد الشهر ديال 12. ايوا الجديد هو انه انا كان بعدا كنشر كنشكر الخبره كنشكر الناس اللي باشروا الخبره والدرك الملكي بعد ما دار خدمته على احسن وجه. مشكور لان حتى داك الجثه اللي كانت هزت كان فيها غموض كان فيها شطط وكان فيها كنقولها وانا واثقه من شنو كنقول بعد ما كنتش قاعد استدعيت للخبره وفينالمون استدعيت بواحد الطريقه غير قانونيه. المهم كان ربما كان باغي التملص باش انا ما نحضرش لانني ربي وفقني باش حضرت الخبره لدار استخراج الجثه ومشيت للطب الشرعي بشرت الجثه وشفتها ولمستها وكيف قلت لكم ما حصلليش تجاوب معها سبحان الله وصدقت انت من بعد الخبره الله يرحمها برحمه الله. يعني الخبره الجديده دابا اللي بانت التقرير ديال الدرك طلعت انت ماشي نعم نفس الاحساس اللي كان عندي طلعت انت من احساسي ما تيخيبش. داكشي علاش انا مازال كنقول فين هو ولدي ومازال باغيه ولدي ميت ولا عايش كيف ما بغاو. دابا عطينا راسنا للحسانه احنا اللحم هما السكين غير يقولوا لنا فين هو ولدنا. بعد ما اعترفتي وقريتوا انه مشى لكم ومات لكم بين يديكم على حسب ما قلتيه وخليتيه في الخلا هذا اللي شيء غير منطقي ما كيهمش. انما ملي تصابيتي وتكاجيتي وقلتيوها تحملوا مسؤوليتكم وحطوا لنا الجثه فين هي. حاليا دابا الخطوات المقبله يعني من المحكمه في خضم الموضوع يعني الاستاذه اللي معاك المحاميه ولا هذا شنو اللي كتشوف يعني كيفاش كتشوف الامور في المحكمه؟ غادي تقدر تكون شي خبره اخرى ولا الشق القانوني في هذا الموضوع يعني اللي عندك شي معلومات؟ ايوا ما قالتليش شيء ولكن الخبره اخرى ما محتملاش وحتى لا كانت خبره اخرى على حسب انا اشوف القاضي كيفاش غادي يتبلى المساله لان عنده السلطه التقديريه الى امر بالخبره غادي يديروا الخبره وتكون بالشروط عاود ديالها وكنتمنى باش يكون عاوتاني الدرك الملكي نزيه بحال اللي كان المره الاولى. هذا لا كانت شي خبره اخرى وكنظل لا داعي ما عرفت شوف القاضي شنو غايقول. السؤال الاخير اللي عندي معك فيه الشق الانساني. انت كنتي واثقه في الحوار اللي درجت معك واخا شفتي انت الجثه قلتي لي ما الاحساس الروحي ما كاينش
يعني ملي خرجت هذه النتيجه لقيتي اليقين ديالك كاين، ما حسيتيش بانه ولدك؟ خفت المغاربه يضحكوا عليا باسكو ملي خرجت مثبت الخبره لانه ماشي 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 ولدي وتصبت. وانت بحال اللي كنقول ياك ما ولدي عياش، ياك ما ولدي زعما فشي ظرف ماشي هو هذاك، هذا مستبعد. انما هذا الاحساس جاني كأم ومثلو من حتى ام ومثلو من حتى واحد ما نتلامش. يعني هنا كتمشي امور اخرى، كتولي تقول يمكن باقي عايش. ملي ما كايناش جثه كنقول باقي عايش، ولا كانوا كيقلبوا كيفاش عطاونا الجثه راه ميت، حنا ما بغينا نظلموا حد، ما بغينا حد يظلمنا، عطاونا يقولوا لنا شنو كاين وصافي. لان دابا خداو شقوا واحد الطريق ديال مات لينا باوفر دوز، حنا بغينا نعرفوا الاوفر دوز وبغينا نعرفوا الموت كيفاش كان والسبب. اذا وشكون اللي غيبين لنا هادشي؟ هي الخبرات الهواتف اللي انا اصر عليها، حتى لا بغاو يديروا لنا خبره اخرى ديال الجينيه، انا اصر بعدا على خبره الهواتف. علاش فهمت حنا الخبره الهواتف؟ علاش ما غاديش نديروها ولا ما كنفكروش نديروها ولا الله اعلم. على اي حال انا كتبان لي هي الملاد الاخير. الله يفرج عليك استاذ. هادشي اللي غنقول لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا المستجدات الجديده في الموضوع، انه الخبره والدرك الملكي مشكور تبين انه انت، يعني ماشي هي الابن ديالها، وهي الاحساس ديالها والاحساس ديال الام نسبه كبيره ما تيخيبش. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد اللي فيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا.